السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا زين وباسل، راح نسوي ألو، السلام عليكم. سرفايفل. اليوم احنا نلعب سرفايفل. يلا خلينا نبدأ. أخذ مقطع يا كلب يا كلب. يلا أنا حاخد ود. يلا أنت أخذ ود. عدول بقرات، عدول بقرات. صناعة كرافتين دايماً وورد بنش ما تفرق. اي اول مره اسوي فيديو. ايه اذا كان في لاج بليز لا تعملوا شيء، يعني لا تقولوا على الكومنت انه في لاج، لان هذا الريكورد اللي عم بستخدمه كثير ما منيح. اوكي هيسمعوا. اوكي يقولون نص الفيديو. انا عملت ورك بنش هلا. اوكي كرافتنج تيبل. كرافتنج تيبل ورك بنش. قول كرافتنج تيبل خلاص. اوكي يلا. وين كنت؟ شفتك. ما هي ست روبي. اخذت ورده. بدك ورده؟ شو سوي بالورده؟ لا تخلي. يلا خليني اعمل انت كرافتنج تيبل. يلا انا بحطه. خليني ندور على محل حلو. خلاص بنحط اي محل بعدين نختار المحل اللي دايما في بالنا. طلع مو بالثلج. عندي هلمت، عندي هلمت. هلا دعم الصوت وشوي اشياء. اسمعني اشياء يا ابوي. خد زين. وينه؟ طيب يا كلب يا بقرة. اسميني يا ابوي. اوكي وينك؟ عند الكرافتنج تيبل، محل الكرافتنج تيبل. اوكي خد. شلون عند الكرافتنج تيبل؟ عم باخد شي ودن. كده يا بقرة، كده فيني سوي هناي. هيه كول شيب. أظن هذا هو بدأ ما حيجي. هذا المستانس. من المستانس أنا؟ لا هو براين، هذا الشبح في ماينكرافت. هذا يزعجني، يقول كل الناس انه هذا شبح حقيقي وما اعرف شو. هذا الشيء ما يطلع. بس في مود. بس المودز. يمكن هذا بس نوتش، بس عمل مسخرة عليه. بس انا في مرة شفته، انا مرة هيك انا شفته. كنت بلعب سينجل بلاير بالتايني. كان اوكي. هي قديمة. انا شفتها 1.2.3. يعني هي قديمة ستيسي. لا مو 1.2.3. 1.5 بيتا. يا. يعني في ناس صح هلا بيت. بيت. يعني معي. اوكي منيح. انا عندي هلا 15 كول. حلو. يا بوي. عندي اوبن. ناصر كل حمص. يا كسر كسر دواري. ايش اعمل لك يا حبيبي؟ اعطيك صوت ثاني؟ لا مستحيل. ايه. طب وينك؟ كان معنك. عندي صوت بس مو ستون. مو من كوبلستون. انا باخذ شوي كوبلستون. تعلمني بيت من الصحراء. لا شو صحراء؟ فضل من العطش. شو العطش من الصحراء؟ انا ما انكر. ايه والله. اوكي قول والله. والله والله العطش يعني العطش. اوكي تعال العيد هذا حلوة يعني. مو فيها ثلج يعني. خل انا باخذ شوي هلا كوبلستون. نفسي الاقي فيلج.
صدقت يا اخوي صدقت هلا جي حامل في جازين ويمي بس انا كذبت عليك. عندي لا 34 لا 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 37 كوبل ستون. اوكي تعال وينك زين؟ وينك زين؟ ما بعرف وين نروح محل الورك بنش القديمة. وين؟ لا عادي نص نص عندي 6 عود اصليين. زين ها شباب اذا كان في شوي عندكم لك بالهذا هذا مو من الكمبيوتر تبعي هذا من الريكوردر اللي عم بستخدمه تبعي قديم ريكوردر ما منيح يعني ما كتير منيح ما لقيت غيره اوكي عشان هيك يعني مو اوكي خلي اول شي بالكومنتس زين سكوت عندي هلا 4 هذا 5 قول اوكي اوكي في فين الساعة هلا انا معي 6 صار لي 6 كمان 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 رحت انا الكوردينتس تبعاتي هي اكس اكس 2 7 6 سالب 2 7 6 كيف عرفت؟ ايه القوس اف كاتب عندي لاج هذا كتير بيعطي لاج شو بدي اغلب في كيف؟ شو بسوي اوكي؟ قلت بيت شو العب؟ دود 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 اسمعت شوي بالبيت ولا نبدا بالحلقه الثانيه نبدا بالحلقه الثانيه بالبيت اوكي اوكي ايش بدنا نشوف خلص يعني اوكي شباب يلا هي كانت حلقتنا اليوم اتمنى انكم استمتعتوا كثير ونشوفكم الحلقه الثانيه يلا باي اوكي باي.